مشاشط وجهه بوري وجهه برزون وجهه قدان وجهه الحاجب وجهه سبع عيون وجهه نعمان وجهه حرز الله وجهه بوبيدمان وجهه القصير وجهه ولاد وجهه ثورزلك. مرحبا نون، مرحبا نون تدار ديما ترزمي الجميع. نقول لكم هنا في الاقليم ديال الحاجب استثمارات كبيره اللي تعملات تقريبا الناس عملوا على الاقل واحد جوج مليار ونص ولا ثلاثه مليار ديال الدرهم ديال استثمارات مخططه في المغرب الاخضر. الدوله ساهمت بمليار ديال الدرهم، 100 مليار ديال السنتيم اللي عطات الدوله لي زيد ولي سيفونسيون الفلاحه باش يقوموا بالاستثمارات ديالهم. قبل ما يبدا مخطط المغرب الاخضر كانت 1000 هكتار الحاجب كلها هي اللي فيها الكوتاكوت. اليوم كاين 24000 هكتار، 24 مره الاراضي الفلاحيه اللي دخل ليها الكوتاكوت. وانا جاي من كناس الان حتى نوصل هنا عندكم، الحمد لله كنفرحوا بان نشوفوا هاد الاشجار المثمره، ها الزيتون، ها التفاح اللي شفناه في الطريق، الخوخ هذا الاثمار، يعني الاشجار المثمره، والناس كلها بالكوتاكوت، والناس هاللي داير سميتو الغطاء على لو جيل على لاكريل، كل واحد اش عامل على حسب الامكانيات ديالو. المهم انه كاينه الديناميه وكاينه الحركه وكاين المعقول وكاين الخدمه، هذا هو اللي مهم. واش كل شيء توصلوا ولا ما وصل شيء، باقي عندنا الوقت انه ان شاء الله الفلاحه لهنا سيدنا عطى واحد البرنامج ديال مليون ديال الهكتار اللي غادي خصها تمشي باش تقول تخرج للاستثمار من الاراضي السلاليه، واللي بغينا تمشي للناس مولي الاراضي كذلك، وتمشي للمستثمرين، وتمشي للشباب لي زايون دوار الشباب باش يقدروا يستغلوهم، وغادي نوجدوا لهم عروض اللي فيها امكانيات ديال الدعم وديال التمويل باش يقدروا ان شاء الله ينجحوا. هذا هو المخطط ديال الجيل الاخضر اللي جا به سيدنا ان شاء الله، واللي غادي يعني غادي نمشيو فيه المستقبل، واللي حنا في الحقيقه لسنا فيه حاجه الى اعداد يعني برنامج يعني ديال الفلاحه للغرف. عندنا برنامج واضح مقدم لصاحب الجلاله اللي سميتو البرنامج ديال الجيل الاخضر، اللي يعني اول حقيقه هذه تجربه اللي هي تجربه كبيره، انه سالينا برنامج اللي كيتسمى مخطط المغرب الاخضر، وما قلناش غادي نوقفوا وغادي نبقاو نتفرجوا شايفوا عقلنا باقين في الحكومه، وباقي فقط سنه على النهايه ديال الحكومه، وعملنا برنامج اللي هو كبير اللي غادي يمشي فينا ان شاء الله الافق ديال 2030. مدينه وكان اجتماع في الحجاب وسمعنا المشاكل ديال الناس، وعرفنا بان كاين المشاكل ديال لي زومبيلونس ديال الطونسفير، كاين المشاكل ديال الصحه، كلشي اللي يدوز المرض لواحد المستوى خصو يمشي لفاس، ما كاينش شي حاجه اللي هي قريبه. عرفنا بان كاين مشاكل ديال التمدرس، ديال الهضره المدرسي، ديال الاستاذ اللي ما معطياش الامكانيات باش يكون واحد القيمه كبيره، وباش يقدر يولي يقراو ولادنا كما كيقراو ولاد الدار البيضاء ولاد الرباط هنا في المنطقه. فهادشي كله البرنامج ديال الاحرار جابوا فيما يخص الصحه، فيما يخص التعليم، وكذلك فيما يخص مليون ديال المنصب ديال الشغل اللي ان شاء الله غادي نوجدوا في هاد السنين المقبله. نوجدوها بمناطق صناعيه تكون صغرى، متوسطه، كبرى، كل واحد على حسب سميتو، وبالانعاش ديال السياحه والانعاش ديال الصناعه التقليديه. وانا عارف بانه واحد العدد ديال السياسيين جابوا البرامج ديالهم، ولكن ما لقاوش الصدى، ما لقاوش داك الشيء يسمعوا داك الشيء اللي بغاو، وما لقاوش باش يتشغلوا، وسبحان الله ولاو مشغولين بينا غير الاحرار، كيضربوا صباح وعشيه بالاحرار. حنا بغيت نقول لهم كونوا متاحين، حنا مشغولين بالمواطن، كنهتموا بالوطن، اما داك الصداع ديالهم وداك الشيء ديالهم ما كنسمعوش ليه، حنا غادي نخدموا المواطن. شكرا لكم، الله يعاونكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.